يعتبر الكبد من أهم الأعضاء الموجودة في الجسم، ويمكن أن يصاب بكثير من الأمراض كتليف الكبد أو مرض الكبد الدهني أو التهاب الكبد الوبائي. لذلك ينصح باتباع نظام غذائي صحي يسهم في الحفاظ على صحة الكبد، فلا بد من تجنب الأغذية الضارة. ويجب إضافة الألياف إلى النظام الغذائي، لأن الأطعمة الدهنية في جميع أنواعها من أسوأ الأطعمة والمضرة للكبد وتسبب بإجهاده، لأن وظيفته هو تكسير الدهون وتحويلها إلى طاقة. ومن الأمثلة على الأطعمة الدهنية البطاطس المقلية والتشيزبرجر والوجبات السريعة بشكل عام، وجميعها مشبعة بالدهون ويجب تجنبها. هناك أيضا الكريم المخفوقة والزبدة، جميعهم يحتوون على الكثير من السعرات الحرارية والسكر والدهون المشبعة. كما يجب ألا ننسى الحلويات والتي تحتوي على مستويات عالية من السكر، ذلك للحفاظ على صحة الكبد. فمعظم أنواع الأيس كريم تحتوي على 29% من الدهون المشبعة، وذلك لكل نصف كوب. فإذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد فلا يمكن تحمل هذه المستويات من الدهون المشبعة.